عارف ليش؟ لأن البنك أصلا لا يملك السلعة. أيوه. ما هو النبي لما قال لحكيم بن حزام في المتفق عليه عليه الصلاة والسلام يقول إني أبيع وأشتري في السوق، ويأتيني يأتيني الزبون والبضاعة ليست عندي، فأقول له انتظر لحد ما يجيب لك من فين؟ من عند خويي. زي البنك، البنك ما يملك السيارة، رحت له أنت قال لك يا أخي حول راتبك علينا، حولت، قال لك بعدين روح كده جيب لنا إيش؟ احنا بنتعامل مع العربية المتحدة وفلان وفلان وفورد وكذا، جيب لنا منهم ايش؟ جيب لنا منهم عروض. جبت له انا والله ابغى السيارة هذه الموديل كذا كذا كذا، قام هو اخذ الكوتيشن وكذا وتابع مع فين؟ مع البنك. وبعد ما طبعا دفعك الايش؟ المقدم وضمن انك انت ما فيش اقالة في البيع. هذا عيون الربا، لان هو انما اشترى تواطؤا على البيع. شوف النبي وش قال له كلمتين ونص عليه الصلاة والسلام، ولا تبع ما لا تملك. لكن لما انا كنت جايب البضاعه دي عندي، جايب الفناجيل والقوارير وكذا، اللي اشترى اشترى، ما اشتراش ما اشتراش، بعدك او غيره. ايوه نعم. اما اننا الا ان اتي بها من اجل هذا لا ريبه. هذا ريبه. هذا ريبه. الناس الشيخ عنده مثلا حلال وعنده بقره وعنده جمال، متى تبغى مثلا نوع معين او سن معين ما يملكه هو، لا غير صحيح، البيع غير صحيح هنا. ولا تبع، لأن الأصل ولا تبع ما لا تملك. أي هو يروح يشتريها لنفسه ويكون لك الإقالة. ما تبغى لو أنت هونت ما يبغى، لازم يأخذ منك شيء يضمن به البيع ولا يقيلك في المبيع. نعم. لا 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 أبدا، ما عنده سيبه وروح دور على اللي عنده. ايوه والله، حتى لا يدخل فيه نفس الكلام هذا. هذا يدخل كمان في بيعتين في بيعه، ولا تصدق انه يقول لك والله احنا لا نجبرك على ذلك.